هي ام كام اخ؟ طب احنا سمعنا ان جيرانها بتضايقها وجوزها عنصريه. جيرانها؟ لا جوزها عنصريه فرنسا بقى. لا ما شفناش فرنسا، احنا شفنا هنا. هنا كلهم ناس هنا قاعده في مربع، المربع اللي قاعدين فيه وتربت فيه واتولدت فيه مأمور سجن كرة. والباقي ولاد اخواته واخواته بتاع كلهم ظباط في الشرطه. حضرتك عرفتي ابويا كان عايش في وسطيهم؟ عرفتوا سبب وفاتها ولا عرفتوا سبب الوفاه الحقيقي ولا لسه؟ ما عرفناش الحقيقي، ما عرفناش. امال المفروض طلع التقرير طبي وبناء على ذلك جت من فرنسا على هنا؟ اللي هي اتوفت. بس حضرتك اهلها كان عايشين معاها اخواتها و عبد الفتاح السيسي يشكر، يعني يشكر ان هو امر انها تيجي تبكي في الليل. هي كانت تعبانة يعني؟ انت تصلت معاها قبل ما تسافر؟ لا 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 مش تعبانة. لا تعبانة من انت، كانت زي الفل وكانت هنا قبل منها بشوية صغيرة، يعني قبل ما تسافر وتوقف كانت هنا. لا لا كانت معتادة، كانت دايما معتادة اللي هي بتسافر وترجع تسافر وترجع على طول. اخر مرة قابلتها امتى؟ الاجازة اللي فاتت؟ لما اتكلمتي مع امها اخوها؟ بتكلم مع اخوها ومع اخواتها وكده، بس ما فيش حاجه. لو في حاجه كنا عارفينها. لا ما فيش حاجه. لا اللي احنا نعرفه ان ما فيش حاجه. شفتوا طبعا مواقع التواصل كلها زعلانه وحزينه بحاسه مصريه. لا 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 كل الناس زعلانه عليها ومتاثره. ما انا هقول لحضرتك على حاجه، كل الناس اللي جت عزي فيها في الجامع كل واحده تخش من زمايلها ومن صحباتها تقول شعر فيها على اخلاقها. واكفأ بنت فوستينا واكفأ بنت معانا. ما كانش بيخلي حد محتاج حاجه لما تقضيها له، يعني واحده قاضيه احتاجات زمايلها تقول هي ايه. حتى الدكتوره بتاعتها بتاعت الجامعه في القاهره قالت انا الدكتوره بتاعتها اللي كنت بدرس لها جايه ومعاها ناس، قالت هي لو مش كفاءه بالطريقه دي احنا مش كنا ناس فينا عزينا. طبعا اكفأ بنت عندي وشاطره جدا وكان في دماغها هدف عايزه توصل له. فبقول لها طب ايه اللي حصل لها بره؟ قالت لي لا بره بقى ده تساله في بره. احنا نعرف هنا زي ما انا بقول لحضراتكم كده، احنا نعرف هنا ده اللي احنا بنتكلم فيه. بس هي وصلت ايه؟ جثمان وصل مصر امتى؟ هي لسه ما جاش من المطار. يعني هي لسه في المطار؟ هتيجي من المطار على مستنيينها. على هنا. يعني هي لسه الاجراءات بتخلص في المطار لحد دلوقتي؟ بيخلصوا الورق بتاعها. هي وصلت امتى؟ تصريح السفر هم في الاول قالوا هتوصل الساعه 6، رجع تاني قالوا هتوصل الساعه 9. ما اعرفش انا قاعده هنا برضه مش عارفه. ربنا يرحمها ويغفر لها. حضرتك العزاء يعني الاسره اقامت العزاء قبل وصول الجثمان؟ يعني من فتره كانوا عاملين عزاء. العزاء كان في جامع الاستاذ جامع كبير يعني. طب ليه؟ اللي هو علي عمران. الراشد عفوا. هي عندها اطفال وكده ولا لسه؟ لا ما اتجوزتش. ما خطبتش اصلا. دي كانت رابطه تتختم. عشان مستقبلها. هي كانت رابطه تتختم. عشان المذاكره وقت لك لما اخلص واعمل اللي انا في دماغي بعد كده هفكر في الجواز. ما خطبتش. كرست حياتها للعلم. ايوه ما هو ده بقى اللي مزعل. واحده ما فكرتش ان حتى يعني يبقى في علاقات مع حد. قالت لك لا انا مش عايزه اعمل علاقات ولا عايزه اتخطب ولا عايزه افتح المجال ده الا لما اخلص الماجستير بتاعي. طب يا بنتي ما انت خدتي دبلومه واثنين وثلاثه. قال لك لا معلش في دماغي علم لازم اخلص. ده كان هدفها. وكرر لحضرتك تاني لما تواصلت مع اخواتها والدتها؟ طبعا هي قعدت فتره كام يوم تقريبا في فرنسا لحد ما اتنقلت على هنا على مصر. كان طبعا في تعامل بالظبط، وكان في تدخل من القنصليه المصريه اللي هي السفاره المصريه هناك عشان يعرفوا ملابسات الموضوع. ايه الكميات اللي كانت بتتواصل بيها؟ مش عارفين، حد اهلها مش عارفين، كل واحد بيقول حاجه مش اي حاجه تعرفيها. قالت لي يا ماما احنا هنا انا دكتورتها بتاعت جده في جامعه هنا اللي انا اقوله ان رين كانت اكفأ بنت عندي في المجموعه. الله يرحمها. واصحابها قالوا نفس الكلام اكفأ بنت فوستينا. الله يرحمها. اما بقى في فرنسا ده بقى بتاع فرنسا احنا ما نعرفوش. العلم عند الله. اعرفوا بقى فرنسا ايه اللي حصل. لكن هي كانت قالت لك ان هي كانت متميزه وشاطره ومن الاوائل. لا لا الدكتوره بقول لك اللي كانت بتدرس لها هنا قالت يعني بحماس. حتى البنات كانت بتخش تعيط، كل بنت تخش تعيط بتاع خمس دقائق.
ريم اكتر واحده كوستيم ومفيش حد فينا كان محتاج حاجه انت تحطها له. لفت انتباهي كلام حضرتك وانت بتقولي ان هي سابت كل حاجه في حياتها من اجل العلم. حتى رفضت تتخطب وتتجوز من اجل العلم. انا كلمتها قبل ما تسافر خالص كلمتها. قولي لها يا ماما قلت لها ايه؟ الحب يا ريم العمر بيجري والسن بيجري ليه؟ انا معايا بنتي كبير برضه مش عايز تفهم مش عايز تتجوز. ليه يا بنتي العمر بيجري والسن بيجري؟ قالت لي يا عمتي الكلام ده كان اخر مره امتى لما اتكلمت؟ قبل ما تسافر. قبل من شهرين ثلاثه. لا قبل ما تسافر خالص من سنين قريب. قبل ما تسافر خالص في بدايه السفر. بعد كده بقى سمعت ان هي سافرت. طيب عامله ايه؟ كويسه. ده اللي انا بساله. اخواتها امها عاملين ايه؟ كويسه. ريم كويسه نزلت وسافرت كويسه الحمد لله. بس ان انا هي ما كانتش في دماغها لا بتفتن ولا تكلم حد ولا حد يجي لها. ما كانتش عايزه تحط في دماغها اي حاجه من ده كله غير ان هي في علم في دماغها عايزه تحققه. رجعت شهيدة. رجعت. بص مش اي حد يعني يروح يتعلم عشان يفيد بلده بعلمه. اخر سؤال هسأله لحضرتك هي ما عندكوش اي شك او غموض او شك في حاجة حصلت لها؟ هل مثلا ماتت بسبب تأذية؟ ماتت بمرض؟ ماتت بأي حاجة؟ ايوه ماتت صغيره مثلا. حلوة جدا. انا اتفق مع حضرتك في هذا الكلام. انا ضد كل الكلام. حضرتك كانت مريضه اصلا. اي حد طبيعي مثلا لما بيروح المستشفى يقول لك ده مات نتيجه دي تنفس، مات نتيجه صح ازمه قلبيه. ما كانش بتعاني. ايوه ايه سبب وفاه طبيعيه؟ اوكي بس طالعه مؤسسه. اقول لحضرتك ايه مؤسسه؟ دي كانت طفله صغيره كان باباها حط لها نص الطبق سمن بلدي ونص الطبق حلاوه حنيه ولازم تاكل. يعني صحتها كويسه؟ لا طالعه مؤسسه. ابوهم مؤسسهم اساس جامد جدا. وكان لما ترفض الاكل يجيبها بالعربيه وياخدني معاه في العربيه وافضل يلف بينا بالعربيه لغايه ما خلص لها المولد. تمام. ده اللي احنا كنا عايزين نوصل له. السؤال هنا بقى طالعه مؤسسه. ايه الغموض؟ ايه السبب الطبي اللي خلاها؟ ما هو في تقرير طبي طلع عن وفاتها. اكيد التقرير الطبي ده مع الاسره. بناء على ذلك تم نقل الجثمان من فرنسا لغير هي لسه ما تعرفش حاجه عن التقرير طبعا. كل حاجه في المطار. انا جيت هنا الجامع وقعدت. طب حضرتك ريم ما كانتش توصل مع الاهل ان هي متضايقه هناك؟ لا في مشاكل معاها؟ لا كانت كل الدنيا كويسه معاها. كويسه معاها ما فيش حاجه تهزها. حتى ريم لو حصل الحاجات دي معاها مش هتهزها. طول ما البني ادم مبسوط ما فيش حاجه تهزها. اللي تهز البني ادم الضعيف. البني ادم اللي ما عندوش. البني ادم اللي مش لاقي اي حاجه تهزه. وريم كانت قويه. انما ريم كانت قويه بكل حاجه. هل حكيت لكم ان جالها اي تهديدات هناك؟ حد بيحاول يضايقها؟ ما عندكش معلومه؟ لو عندي هقول طبعا. لو عندي فكره اللي هقولها لايه مش هقولها. بقالها كام سنه بتسافر كده؟ بقالها كام سنه بتسافر؟ بقالها يجي 5 6 سنين. يعني هي متابعه على الصدر. بتسافر دوله ثانيه غير اللي هي كانت فيها ولا دول؟ لا فرنسا. فرنسا. اخر سؤال هساله لحضرتك هي كان في اي مشاكل نفسيه بتواجهها؟ كان في علاج نفسي بتاعها؟ انا لسه بقول لحضرتك كانت كويسه. العوامل النفسيه دي من قله اي حاجه انا عايزاها من اي مشاكل مقابلاني. وهي قبل ما تسافر كان بيجي لها ارسال حلوه جدا ان هي قاعده في مربع كله ظباط ومأمور سجن تورة. يعني الحياه حلوه وقاعدين في شقه جميله جدا. يعني تخش الاوضه تبص على الميه، تخرج من الاوضه تخش الحمام تبص على الميه. شقتهم فيها بدل الحمام حمامين. يعني ايه اللي يخليها تبقى نفسيتها وحشه؟ هتبقى نفسيتها وحشه من ايه؟ فهموني يا جماعه. يعني لما اتكلمتي مع مامتها قالت لك ايه او انت قلت لها ايه؟ هي مش محتاجه اتكلم مع امها. كفايه اللي امها فيها. جبتها جايه ميته اقول لها ايه؟ بتحاولي تهوني عليها تصبريها؟ ما ينفعش هقول لها. ربنا يصبرك يا رب. يا رب. كلمة أخيرة.